اول مره اقف قدام كاميرا كان عمري تقريبا 14 او 15، او تقريبا 14 كمان. كنت لسه في مدرسه اشبال الفرقه القوميه، لسه ما طلعتش الفرقه الكبيره يعني، مدرسه صغيره. وكنت خلصت التمرين وبعدين كده نازله من الاوضه بتاعت التغيير وعايزه اشوف الفرقه الكبيره، عايزه كده اختلس نظره كده اتفرج. كان ايامها مشيره اسماعيل موجوده في الفرقه الكبيره، وكان جلال عيسى وسيف عبد الرحمن. فانا جايه بقى بخش بقى على مسرح البالون كده، ببص كده عشان عايزه اشوفهم. لقيت في واحد بقى جه مسكني كده من ظهري كده، كان استاذ يوسف شاهين. طبعا كنت صغيره ما اعرفش من هو يوسف شاهين، يعني ما اعرفش يعني العمالقه دي. المهم جه وكان معاه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن، فقال له انا عايز البنت دي تعمل فيلم ديكومنتري في مديرية التحرير اسمه سلوى ديكومنتري. ورحت بقى مديرية التحرير وقعدت اصور وبتاع وكده. استاذ يوسف شاهين حط الكاميرا كده قدامي زي ما الكاميرا كده محطوطه، وقال لي كل ما اقول لك حاجه تردي عليا بس يعني من غير ما تتكلمي، يعني تحبي المحشي، تحبي الملوخيه، تحبي الفاكهه. فطبعا كان بيقول لي حاجات عشان اعمل رياكشنات بوشي، فبقيت اقول له اي بتحبي كذا اروح عامله كده. اي لا 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 انا مش عايز اي تجاعيد، لا في وشك ولا تعملي كده ولا كده خالص، انا عايز عينيكي لو حاجه بسطاكي عينيكي تضحك عينيكي. فطبعا ساعتها كنت صغيره جدا، بس الجملتين دول فضلوا معايا، لان بعد الفيلم دوت الدوكيومنتري قعدت يجي حوالي 4 سنين قبل ما رجعت امثل في مسلسل مارد الجبل اخراج المخرج العظيم استاذ نور الدمرداش الله يرحمه. فتعلمت منه بقى ان الرياكشنات الفن والتمثيل بالذات بتبقى العينين هي اللي تعبر، هي اللي تضحك يعني من جوه. ما انت لما تكوني في اي رياكشن من جوه بتعمليه بصدق وحقيقي بيبان في عينيكي بجد، لكن لما تيجي تفتعلي الزعل وكده يعني بيبقى فيه حاجات في وشك ما تبقاش حلوه يعني. فيلم فتحيه المرسيدس، الفيلم دوت على فكره كان دمه خفيف جدا جدا، وكنت انا ذات نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجوده فيها من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكان يقعد يقول له انا يعني كنت عامل ست وهو قصير وهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحيه المرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصه من احلى الرقصات اللي انا عملتها بجد، كان فيه كام اغنيه كده على فليه ذكريات حلوه في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي شهرين في السينما، في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفه دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيدي، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوه جميله بجد. سيد زيان، شوفي بقى هقول لك يعني مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك. حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط، وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون والتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زيان على المسرح. جمهور الصعيد الجميل يعني بجد جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين. اول ما طلعت قالوا بيسا بيسا، بصيت كده بيسا دي مسلسل اسمه المال والبنون، كان نجح جدا جدا في يعني من 20 سنة تقريبا، يعني من احلى الحاجات اللي معموله في التلفزيون. فين قص؟ راح طلع بقى القص اللي هو سيد زيان، وعملت مشاهد بقى مش المسرحيه باظت يوميها، قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل هو اسمه قص وانا بيسا، وقعدنا والله والجمهور كان منشكع. وكل ما نيجي نخش بقى نغير عشان نخش في الموضوع، ومحمد نجم جوه بقى عايز يخش يعمل، يعني مش معقول المسرحيه تبقى المال والبنون. فطبعا كان يوم جميل من مشاهد وفي مشهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زين
كنا بنعمل مسرحيه ومش عارفه ايه، وكنت لابس فستان بحمالات، كل يوم الرقابه تيجي تقول لك بحمالات. طب حمالات مفيش حاجه بقى يعني، انا رفيعه جدا فمفيهوش حاجه يعني، مش عريقي يعني، بس هو بحمالات. فبقول للرقابه مفيهوش حاجه الفستان ومفيش حاجة. قال لي بس بيعلق عليه سيد زيان يعني، بيقول لك ايه فتله ومش عارفه ايه شايلبته حاجه كده يعني، بيعمل ستريس. فقلت له طب قول له بقى، هو قال لي لو قال لي تاني هعمل فيك شكوى. فكل يوم اقول له سيد يا سيد يا سيد، والنبي بلاش تعلق وتقول لي شايب وفتله وشاي ليبتون وبتاع الحمالات حاجه كده. مش فاكره ايه ايه الافيه كان ايه، هو بيقول بصراحه مش فاكره دلوقتي. فبعدين سيد زيان يعني الافيه بياخده يقوله كل يوم. فجيت اتخانقت مع عمر، رحت مغيره الفستان، لبس فستان تاني فاتخانق بقى. بعد هو بص كده هو بيقول الافيه، وانا كنت لابسه مش بفتله ولا حاجه. فعشان يبطل اعمله ايه، مش عايز يبطل. فطبعا قمت لبست فستان تاني، وهو زعل بقى ودخل زعل مني. كانت واحد ليمون والتاني مجنون، هي المسرحيه دي، هي دي الوحيده اشتغلتها معاه على فكره. فاتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده. قلت له طيب انا هعمل ايه؟ طب هو كل يوم بتاع رقابه يجي يقول لي الفستان ابو حمالات، اقول له حمالات ما فيهوش اي حاجه يعني، حمالات فيها كان 55 كيلو يعني ما فيهاش حاجه. فهو بيقول لي السيد زين بيعلق بيقول لك الشايف او فتله ومش حاجات كده يعني. بس وتصالحنا بقى بعد كده مفيش مشكله. فيلم فتحيه المرسيدس، فيلم دوت على فكره كان دمه خفيف جدا جدا، و كنت انا ذات نفسي بقف اتفرج على المشاهد انا مش موجوده فيها، من الله يرحمه الدكتور كان قصير قوي كده، وكان مع احمد بدير طويل جدا جدا، فكانوا يقعد يقول له انا يعني كنت عامل ست وهو قصير فهو طويل جدا، كان بيقعدوا يعملوا مشاهد يعني ارتجالي الاثنين، كانت بتبقى حلوه جدا في فيلم فتحيه المرسيدس. وكانت المفاجاه في الفيلم كمان ان كان في المطرب الجميل حسن الاسمر، وعملت فيه كام رقصه من احلى الرقصات اللي انا عملتها بجد، كان فيه كام اغنيه كده على فليه ذكريات حلوه في الفيلم ده. والفيلم ده قعد حوالي شهرين في السينما، في وقت مثلا يعني كنا متوقعين الفيلم ده خفيف وكده ويعني وهيعدي، لكن كان دمه خفيف فعلا، وفي خفة دم وفي استعراض وفي كوميديا وفي تراجيديا، يعني كان في حاجات كتير قوي حلوة جميلة بجد. سيد زيان، شوفي بقى هقول لك يعني، مش سيبك من الموقف اللي على المسرح اللي بيني وبينك. حصل ان احنا رحنا الصعيد اسيوط، وكنا بنعمل مسرحيه اسمها واحد ليمون والتاني مجنون، وطلعت انا وسيد زين على المسرح. جمهور الصعيد الجميل يعني بجد، جمهور انا ما كنتش متوقع ان هم لسه فاكرين. اول ما طلعت قالوا بيسا بيسا، بصيت كده بيسا دي مسلسل اسمه المال والبنون، كان نجح جدا جدا في يعني من 20 سنة تقريبا، يعني من أحلى الحاجات اللي معمولة في التلفزيون. فين قص؟ راح طلع بقى القص اللي هو سيد زيان، وعملت مشاهد بقى مش المسرحية باظت يوميها، قعدنا نعمل مشاهد من المسلسل، هو اسمه قص وأنا بيسا، وقعدنا والله والجمهور كان منشكع. وكل ما نيجي نخش بقى نغير عشان نخش في الموضوع، ومحمد نجم جوه بقى عايز يخش يعمل، يعني مش معقول المسرحيه تبقى المال والبنون. فطبعا كان يوم جميل من مشاهد وفي مشهد تاني كان بيني وبين بقى سيد زين. كنا بنعمل مسرحيه ومش عارفه ايه، وكنت لابس فستان بحمالات، كل يوم الرقابه تيجي تقول لك بحمالات. طب حمالات مفيش حاجه بقى يعني، انا رفيعه جدا فمفيهوش حاجه يعني، مش عريقي يعني، بس هو بحمالات. فبقول للرقابه ما فيهوش حاجه الفستان ومفيش، قال لي بس بيعلق عليه سيد زيان يعني، بيقول لك ايه فتله ومش عارفه ايه شايلبته حاجه كده يعني، بيعمل ستريس. فقلت له طب قول له بقى، هو قال لي لو قال لي تاني هعمل فيك شكوى. فكل يوم اقول له سيد يا سيد يا سيد، والنبي بلاش تعلق وتقول لي شايب وفتله وشايلبته وبتاع الحمالات حاجه كده. مش فاكره ايه
ايه الافيه كان ايه هو بيقول، بصراحه مش فاكره دلوقتي. فبعدين سيد زيان يعني الافيه بياخده يقوله كل يوم، فجيت اتخانقت مع عمر، رحت مغيره الفستان، لبست فستان تاني فاتخانق بقى. بعد هو بص كده هو بيقول الافيه، وانا كنت لابسه مش بفتله ولا حاجه، فعشان يبطل اعمله ايه، مش عايز يبطل. فطبعا قمت لبست فستان تاني، وهو زعل بقى ودخل زعل مني. كانت واحد ليمون والتاني مجنون، هي المسرحيه دي، هي دي الوحيده اشتغلتها معاها على فكره. فاتخانق بقى معايا وزعل مني وكان اكشن وبتاع وكده. قلت له طيب انا هعمل ايه؟ طب هو كل يوم بتاع الرقابه يجي يقول لي الفستان ابو حمالات، اقول له حمالات ما فيهوش اي حاجه، يعني حمالات فيها 55 كيلو يعني ما فيهاش حاجه. فهو بيقول لي السيد زين بيعلق ويقول لك الشايف او فتله ومش حاجات كده يعني. بس وتصالحنا بقى بعد كده مفيش مشكله. الاستاذ الممثل الجميل استاذ سعد قرضاش لما كان بيقول بيسع كان كل مصر وكلها بعدها كانت بتتكلم بطريقته. يعني في مشاهد كتير حلوه يعني افتكرها، مشاهد القص اللي كانت بيني وبينه لما كان دخل القسم ومش عارفه ايه وانا كنت زعلانه وبعيط. انا كنت فاكره ان اي مشهد مش عارف اعيط فيه، لكن ما اعرفش المشهد ده في المال والبنون انا قعدت اعيط فعلا. بتتعاد كانت قريب من مده كده، من سنه كده، كنت اتفرج انا قلت لا لا انا كنت بمثل حلو، امال ايه يعني دلوقتي مش عارف اعمل ده بجد والله. وفي مشاهد كتير حلوه في المسلسلات يعني، بحب احلام هند وكاميليا قوي عشان طبعا الفنانه الجميله نجلاء فتحي ربنا يشفيها يا رب، الفنانه العظيمه وانسانه جميله قوي، وطبعا الفنان الجميل احمد زكي، وطبعا المخرج العظيم جدا 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 الفنان اللي احنا افتقدناه بجد استاذ محمد خان. بحب الفيلم ده قوي، وبحب فيلم كمان بتاع اهل القمه، ده اول فيلم اعمله. ما عنديش كان شغله مشاهد مع الفنانه سعاد، بس كنت بتفرج عليها يعني. مره كده دخلت يعني ما كانش عندي تصوير داخلي، ودخلت اتفرج على الفنانه الجميله سعاد حسني. شوفي الست دي اصلا يعني الفنانه الجميله دي ما وصلتش كده يعني زي ما الناس فاكره، مش بس الموهبه والاجتهاد. وكنت بتفرج عليها بتعيط من قلبها، وقفت كده ورا كده وهي طبعا قاعده تظبط، وطبعا مدير التصوير الاستاذ محسن نصر طبعا العظيم كان واقف كده بتقول له يعني خدوا الاكشن وخدوا ما لسه ما قالوش اكشن، خدوا الرقم المشهد، وهي قاعده على مامتها كده يعني في ماساه في الحكايه كده، وبتبتدي تتعايش مغمضه عينيها كده. وبعدين يعني في اتفاق ما بينها، ما بترفع صباعها كده هو يبتدي يخش. شوفي بقى اتفرجت على المشهد، صوتها بيتغير بتعيط بجد. حتى انا بقيت قلت يا ربي يعني لو انا جالي دور زي ده هعرف اعيط كده؟ مستحيل. اه والله ساعتها بتفرج عليها بتحب شغلها، بتهتم بيه جدا. يعني في دلوقتي النهارده كده شويه بتكونوا في واحد او واحد عندها مشهد تراجيدي كده مهم، بتلاقيها بتضحك قبلها بشويه، بتضحك وبعدين يلا يا اوكي جاهزين. يعني في حاجات، في مفارقات غريبه جدا يعني. لكن الانسان الفنان اللي بيوصل للناس اللي هو بيبقى صادق، اللي هو بيبقى مجتهد، لانه هو بيتعايش الموقف بجد، فبيوصل للجمهور بجد. انك تقول على حد فنان قدير ده مش من فراغ، دي رحله وعمر وتجارب وحياه. انا انضميت للفرقه القوميه، انا دخلت الفرقه عندي 12 سنه، كان المفروض نقعد في المدرسه اربع سنين. فانا اتخرجت بعد يعني خدوني بعد سنتين على طول، بقى عندي 14 سنه. ليه؟ كانت الفرقه مسافره سفريه طويله 6 اشهر كده، فكانوا محتاجين اشبال صغيرين يعني، فانضمينا للفرقه الكبيره قبل ما نسافر ب6 اشهر. عمال اتمرنا على بعض حاجات ومش عارفه ايه كده يعني، وجينا سافرنا اوروبا 6 اشهر.
اول سفريه تركيا بلغاريا رومانيا تشيكوسلوفاكيا بقى في رابع بلد جت الفنانه الجميله اللي انا بموت فيها طبعا الفنانه الجميله مشيره اسماعيل اذا كانت من احسن القصه الاولى في الفرقه وكانت ممثله جميله كنت بموت فيها يعني جالها شويه الزايده على المسرح ونقلوها المستشفى فعملت الزايده فقعدت بقى طبعا في المستشفى حتى في البلد تقريبا بلغاريا او رومانيا مش فاكره لازم تقعد في المستشفى 15 يوم فجوم ساعتها بقى البمبوطيه دي كنت انا بحبها جدا انا يعني لسه داخله الفرقه دي يعني لسه داخله في السفريه يعني بس انا بقى من كتر حبي للبمبوطيه كنت وانا نايمه بحفظها وانا على المسرح لوحدي احفظها نايمه بحفظ فجاء استاذ كمان نايم الله يرحمه مصمم الرقصات الجميل فجاء قال لي جاء هو بيقول كده لازم بنت في دوبلرات من قدام بس هو كمان نايم كان ليه نظره كده يعني البنتين لازم يكونوا رفيعين هي مشيره بس البنت الثانيه موجوده الدوبلير بتاعه الرقصه تخنت شويه واحنا في اوروبا فهو بيقول اه طب لسه بيتكلم كده قلت له ابي كمان والله انا حافظه البنبوطيه اللي ايه يعني كل فرقه يعني ايه اللي يعني عارفه ازاي زي ما تكوني داخله التمثيل وتقولي انا همثل مع سعاد حسني حاجه يعني حاجه كده فجاه على طول فقلت له والله يا ابي كمان انا حافظه البنبوطيه جدا جدا هو بص لي طبعا بص كده انا حافظه البنبوطيه قلت له اه ده انا وانا نايمه حافظاها جدا فبص كده قال طب بكره تيجي الساعه 6 في المسرح هناك العرض في اوروبا 8 ونص بيبتدي يعني فهو قال لك يعني يبقى في وقت يعني فطبعا المهم يعني جيت الساعه 6 وعملت البروفات قدامه الرقصه يعني فهو استغرب ان انا يعني حافظه مني انا ما عملتش بروفات قدامهم يعني ما حدش طالب واحده لسه داخله مبتدئه هتعمل بروفا على اجمل رقصه موجوده المهم يعني ابتدينا المسرح بقى افتتح المسرح وانا بقى دخلت ما عندكيش بقى المنظر ده عمري ما انساه في حياتي الفرقه كلها في الكواليس الفرقه اللي هم يعني قالوا ايه دي هترقص البنبوطيه دي ايه دي معقوله هترقص البنبوطيه دي وكمان نعيم ده مجنون يعني واحنا في اوروبا المهم الكواليس كلها كانت موجوده والجمهور وانا طبعا عملت الرقصه وكان يوميها يوم حافل بقى ومن يوميها بقى حطيت رجلي جامد بقى في البنبوطيه واشتغلتها وطبعا كنت فرحانه جدا مش حاسه بالدنيا بس طبعا كانت السوليست اللي كانت بطلة الفرقة جنبي اسمها دينيس هي طبعا في كندا دلوقتي مهاجرة من زمان دي بقى كانت المدربة بتاعتي وانا داخلة الفرقة فكانت دايما هي يعني الرقصة لازم الاتنين يكونوا جنب بعض فانا طبعا منطلقة عمالة اعمل حركات وحافظة جدا بس كانت بقى هي اللي تيجي تقرب ناحيتي لان هي طبعا يعني مخضرمة بقى عني وحافظة بس هي كانت بتيجي بدون ما حد يحس انا اطلع قدام مثلا انا مش شايفه حد جنبي ولا عندي احساس باللي جنبي ولا حاجه انا فرحانه وعماله اعمل حركات هي بقى تيجي جنبي تطلع جنبي بدون ما اي حد يحس فطبعا ده موقف بعد ما المشيره رجعت ما رقصتش رقصه تاني لمده سنه رجعنا مصر بقى وكنت عايزه اجيب بابا وماما يتفرجوا عليا طبعا رقصه بنبوطيه فطبعا كنت عزمتهم مره ما بقى عمال اقول لهم انا رقصت بره البنبوطيه مش معقول ترقصي البنبوطيه تقول والله رقصت البنبوطيه بره وكده فجيت استاذ سامي بقى الله يرحمه كان مدير الفرقه قلت له ما بابا جاي وانا عايزه انزلها مره يعني عشان حتى ما انساهاش لو اي حاجه حصلت وكده فالمهم جت المدربه بتاعتي هي اللي رقصتها معاها قلت وانا مشيره ما رضيتش بس مشيره يعني كان عندها ناس تقريبا قالت له مش ممكن اليوم دوت انا عندي ناس لو يوم تاني ممكن قلت له وانا بابا وماما تحت وبتاع وكده وعايزه انزلها وبتاع المهم يعني جت دينيس بقى اللي هي اللي معاها في البنبوطيه قالت له انا مش هرقصها النهارده وكان لي عايزه تطلع ترقصها فرقصتها طبعا ماما اول ما شافتني قعدت تسقف لوحدها من غير لوحدها في المسرح الله يرحمه فالحياه كلها في مواقف كتير طبعا بس المواقف اللي اثرت فيا انا كانسانه وكان بني ادمه يعني يوم بابا عيب الفشل الكلوي يعني ده كان ايامها كده كنت واحد كان صغير برضو
وكانت المفاجآت صعبة على الواحد يعني. وبس أنا شايفة دلوقتي فيه اهتمام بالمستشفيات وبتاع، وفرحانة جدا إن كل المستشفيات الحكومية دلوقتي بتتعمل وبتتجهز، وشايفة إن في يعني في حاجات مهمة جدا بتتعمل في البلد. فدي أول حاجة ببقى فرحانة جدا بيها قوي قوي قوي. وابتديت كل حاجة مثلا أجي مثلا أكون عايزة أتبرع، عايزة أعمل أي حاجة، ما بعملهاش في أي حاجة كده، لأن أنا شفت مع بابا وشفت معايا الفترة اللي فاتت يعني حاجات بقت صعبة، بس بقت كويس دلوقتي إن شاء الله. أي تبرع بتبرعه بتبرعه للمستشفيات في البنك من غير ما أي حد يروح ولا أي حاجة، يعني أي حاجة إن شاء الله. حتى جنيه، إحنا 100 مليون، 5 جنيه، صدقوني يعني لازم نساعد الدولة. احنا عندنا مستشفيات كتير بس طبعا محتاجة تجهيزات، وانا شايفة ان في طفرة جامدة جدا 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 في الصحة شغالة، ودي حاجة بسطاني جدا جدا. بس ده موقف ساعتها يعني عارفة ازاي يبقى ابوكي يوم ويوم لا يخسر، و500 جنيه كانت حاجة يعني عارفة ازاي، لولا طبعا تعالج على حساب الدولة وعملنا ورقة وبتاع وكده. بس كل المصريين تقريبا بيروحوا دلوقتي وبيتعملوا لهم ان هم يروحوا بيتعالجوا، يعني في خطوات جاده، ودي حاجه مهمه جدا جدا. اول بداياتي فيلم اهل القمه اللي هو اخراج الاستاذ علي بدرخان وبطوله الفنانه الجميله سعاد حسني والفنان الله يرحمه طبعا الله يرحمه استاذ نور الشريف، كانت اول جايزه ليا في السينما وكنت رايحه استلمها. طبعا دي كانت اسعد لحظه في حياتي بجد، طبعا دي والبنبوطيه عشان ما بقاش كداب، البنبوطيه البدايه واهل القمه طبعا كانت لحظه حلوه ان انا اخد جايزه من السينما. طبعا بعد كده خدت في احلام هند وكاميليا والكيكات واللعب مع الكبار، خدت جوائز وفيلم ثلاثه على الطريق، خدت جوائز كتير جدا جدا، بس دي اول جايزه يعني كانت جميله قوي. إنك تقول على حد فنان قدير ده مش من فراغ، دي رحلة وعمر وتجارب وحياة.